أنا رأيي نسميها التأكيدات المصرية، نسميها الإصرار المصري على إن إحنا نقدر نوصل المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة. بس لازم الأول نسأل كلنا نفسنا مجموعة من الأسئلة. فلسطين فين من مصر؟ أو القضية العربية، قضية الصراع العربي الصهيوني فين من مصر؟ ما تيجي ناخدها واحدة واحدة ونحاول نتكلم أنا وإنت وحضرتك كل الناس اللي موجودة في البيت. مش معني قوي بالمناسبة بالمثقفين والنخب والسياسيين، علشان دول بيحبوا كلام كبير وباللغة العربية الفصحى، فأنا هتكلم بالبلدي المصري زي ما بيتقال. القضية بالمناسبة عمرها ما كانت غايبة عن الوجدان والتركيبة والتكوين المصري من وقت بدايات القرن العشرين وقبل نكبة 48، والمصريين عارفين اللي بيحصل وبيتابعوه وواقفين مع أهاليهم. خد بالك، أهاليهم مش بس أشقائهم، أهاليهم الفلسطينيين على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة من أيام يعني التوحش الخاص بالعصابات الصهيونية زي شتيرن أو عصابة كانوا شتيرن وكانوا إيه كمان، هقول لك أنا هجيلك في الكلام عشان بس الواحد الجلالة واخداه والسن بقى بيتعبوا حبتين. العصابات الصهيونية اللي بدأت فيه التوحش على الأراضي الفلسطينية وحرق البيوت وحرق المزارع وقتل الفلسطينيين علشان يطردوهم من أراضيهم، ويشتغل الإعلام أو كما يعرف آنذاك الصحافة الدولية على تشويه الصورة ويقول لك الفلسطينيين باعوا أراضيهم. كذب كذب. شتيرن وأراجون أشهر عصابتين قتلوا آلاف الفلسطينيين ولم يفرقوا ما بين طفل وامرأة ورجل أو فتى في ريعان شبابه، والمصريين كانوا بيتابعوا ده والمصريين كانوا مهتمين بده، وطالما كان المصريين هم خط الدفاع الرئيسي كتفا بكتف مع أهليهم الفلسطينيين. وبتعدي السنين للأسف الشديد، ويحصل إنه وزير خارجية بريطاني يدي وعد اسمه وعد بلفور، وبالأسف الشديد تكمل الكذب بتاع الصحافة العالمية وتكمل الإمبريالية الدولية في إنها تستمر في الدفع بموجات هجرة واسعة للأراضي الفلسطينية. تخيل ناس قاعدة على أرض عايشة عليها بقالها آلاف السنين، التاريخ بيقول كده، يجي لهم ناس تانيين ويقولوا لهم لا احنا عندنا في الكتاب بتاعنا، عندنا في المعتقد بتاعنا، عندنا في افكارنا المذهبية انه الحتة دي بتاعتنا. نقول لهم يا جماعة الاديان ملهاش وطن، الاديان معمولة علشان تبقى منتشرة على ظهر البسيطة، المسيحيين على ظهر البسيطة، المسلمين على ظهر البسيطة، اليهود على ظهر البسيطة، حتى البوذيين، الزرادشت، اي حد. الاديان ملهاش وطن، الدين جوه الروح جوه القلب مش على الأرض. مفيش حاجة اسمها دولة لليهود فقط، إذن هل هناك دولة للمسيحيين فقط؟ هل هناك دولة للمسلمين فقط؟ هل دولة هناك دولة للبوذيين فقط؟ مفيش حاجة اسمها كده. لكن طبعا ضمير العالم نايم طول الوقت، لكن الضمير المصري طول عمره يقظ. وتقدر تشوف حرب 48 واختلاط الدم المصري مع الدم الفلسطيني بالفعل على أرض المعركة، وده ما تقدرش تبعده على الإطلاق ما بينه وما بين الدم المصري الذي يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أهالينا في الفلسطينيين لنجدتهم ومساعدتهم على الحياة زي حملات التبرع بالدم اللي بتحصل دلوقتي. هل عمر القضية غابت إطلاقا؟ القضية طول الوقت في أذهاننا، في تاريخنا، في درامتنا، في السينما بتاعتنا، في الأدب بتاعنا. دي صور من حملات التبرع بالمناسبة. القضية موجودة في الأدب المصري، قصة قصيرة، رواية، مسرحية. القضية موجودة في الدراما المصرية، القضية موجودة على المسرح المصري، القضية موجودة في السينما المصرية، القضية موجودة حتى على ألسنة وأحاديث التلاميذ الصغار. مش بس هقولك الشبان الكبار في الجامعة وحتى ما بعد تخرجهم، القضية طول الوقت جزء لا يتجزأ مش بس من الذهنية المصرية، لا على الأرض. المصريين عمرهم ما نسيوا فلسطين ولا عمرهم هينسوها على الإطلاق.
المصريين أقدر أقول لك إن مصر، أنا بكلمك على الموقف الشعبي المصري. المصريين هم اللي طالما قاموا وهبوا لأجل هذه القضية، المصريين هم اللي طالما تطوعوا لأجل هذه القضية تطوعا حتى ولو بحمل السلاح. أقدر أقول لك في 5 مصريين كانوا موجودين في حركة فتح يحملون السلاح في وجه المحتل، 5 في مراكز قيادية، وهذه قصة أخرى. لكن هرجعك تاني على إيه؟ على القضية في القلب وفي العقل وفي التكوين وفي الوجدان المصري حتى هذه اللحظة، وأبدا لم ولن تغيب هذه القضية. قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة هو القضية المركزية للمجتمع المصري، زي ما هي القضية المركزية للنظام السياسي المصري وإدارة الحكم. المكان قصر القبة، الزمن سنة 2014، المناسبة والحدث خطاب تولي رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتحدث نصا بأنه القضية الفلسطينية هي القضية المركزية المصرية، سنعمل على حل الدولتين كحل نهائي وعادل لهذه القضية على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. أقدر أقول لك إنه كان هناك تصفيقا حادا من كل الحاضرين لحفل التنصيب في قصر القبة سنة 2014. هل كان هذا الكلام فقط في قصر القبة في هذا العام؟ إطلاقا. لكن أرجع وأقول لك إنه هذا الكلام كرره الرئيس 10 مرات في الأمم المتحدة، هذا الكلام كرره الرئيس 10 مرات في مجلس الأمن، هذا الكلام كرره الرئيس 10 مرات في أي لقاء متلفز أو أي حوار صحفي أو أي لقاء مع أي قيادة أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو القيادات العربية الشقيقة. التأكيد بالكامل على حق الشعب الفلسطيني في دولته على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وإنه القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. لازم تشوف إنه العالم يقف مع المجتمع الفلسطيني، يقف مع الشعب الفلسطيني، العالم واقف. ما تبص على المظاهرات اللي في بريطانيا علشان تعرف هو العالم، الرأي العالمي ينتفض لأجل فلسطين ولا لا؟ طبعا. وفي فرنسا بالمناسبة للأسف اتمنعت المظاهرات في ميدان الجمهورية، إلا أنه وقف المتظاهرين أجانب كانوا أو عرب حول ميدان الجمهورية أو ساحة الجمهورية للتظاهر لأجل الشعب الفلسطيني. طيب، الكل قد يقوم بحقه الطبيعي في أنه يرفع الراية الفلسطينية وتظاهر لأجل الفلسطينيين ويرفض إراقة الدم الفلسطيني وهذا العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية، بس في مصر الوضع دائما أكثر اختلافا، أو قل أنه أكثر عملية. من المحافظات المختلفة هعرض قدام حضرتك على الشاشة، أنت شايف أسيوط والمنيا والمنوفية، وأقدر أقول لك أنه تقريبا 27 محافظة تقوم بالتبرع بالدماء لأجل أهالينا في فلسطين. الحملة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو لو حبيت نسميها بالمسمى القانوني والدستوري السليم، الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية اللي احنا بصدد القيام بها، أعلنت أنها أيضا تقوم بالتبرع بالدم، بل وتدعو للتبرع بالدماء لأجل أهالينا في فلسطين. كل ده هو مشهد كامل أو متكامل، مشهد ما بين شعب مش 105 مليون، أنا بكلمك من بدايات القرن العشرين، يعني احنا بنتكلم تقريبا في أنه مئات الملايين من المصريين على مدار تقريبا 120 سنة كان ده المشهد الطبيعي بتاعهم، مئات الملايين من المصريين. احنا النهاردة عايش على هذه الارض 105 مليون، فما بالك من تقريبا 1907 وحتى الان.
في كم مصري روحه مشيت على هذه الأرض، رجله دبت على تراب هذه الأرض؟ بالتأكيد مئات الملايين، مئات الملايين دول كلهم كان موقفهم كده، الوقوف بجانب هذه القضية. ولما تيجي تشوف إنه التناغم ما بين إرادة الشعب المصري وهواه وتكوينه ووجدانه هو هو نفس ذات التناغم مع الإدارة السياسية. التبرع بالدم في محافظات الجمهورية لصالح أهالينا في فلسطين هو حق وواجب علينا، نفعله طوعا ونذهب إليه. كل اللي بيجرى ده على سبيل المثال، لما تيجي تشوف ده كان زي ما كنت بقولك، ده تنفيذ حتى لتوجه شديد الوضوح من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه أيضا معلن بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. اترفع شعار اسمه كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين، وده تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تتكلم على تقريبا كل المنظمات المصرية بتشتغل على قوافل إغاثية ومساعدات إنسانية لأهالينا في فلسطين. مؤسسة حياة كريمة أعلنت مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأهالينا في فلسطين، ضمن طبعا حملة شعبية زي ما أنا وريت لك تقريبا 27 محافظة. الحملة تنطلق الحقيقة بمنتهى القوة بعد صلاة الجمعة امبارح في كافة محافظات الجمهورية. كل ده زي ما بقولك جاي بقى مع القوافل والعربيات اللي انت يمكن هتبدأ تشوفها قدامك على الشاشة اللي بيرسلها التحالف، قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من كل التخصصات، تضم الأدوية، تضم أجهزة طبية، وما هو أكثر، مفيش مصري قلبه مش مع فلسطين، مفيش مصري عمليا دمه مش في فلسطين، مفيش مصري دمه مش في فلسطين، دمه اللي دمه لسه ما وصلش دمه لسه هيوصل. وهكذا هتفضل دايما هذه القضية هي قضية شعب عربي، بل هي القضية المركزية لكل المواطنين المصريين. بس خليني هسألك سؤال، هو الإعلام الغربي بيشوف الوضع في فلسطين إزاي؟ بيشوف هذه الأحداث إزاي؟ بيشوف هذا التغول والتوحش الصهيوني على الأراضي العربية إزاي؟ المذيع الغربي يعشق صناعة حدث مش تغطية حدث، مش نقل الحقيقة. طب هل ده توجه المذيع ولا ده توجه المؤسسة؟ توجه المؤسسة. بالمناسبة اوعى تفتكر ان المؤسسات في البلاد الغربية دي مؤسسات تبحث عن الحقيقة، مؤسسات الاعلام والصحافة، يعني هو نيويورك تايمز بتدور عن الحقيقة؟ طب ما تدور على اصحاب نيويورك تايمز وانت تعرف هما بيغطوا ازاي، فلما هتعرف مين ملاك نيويورك تايمز هتعرف هما ازاي بيبصوا على ما يحدث في الاراضي الفلسطينية. لما تيجي تشوف سي ان ان بتغطي ازاي، وهذا التلاعب اللي انا هعرضه عليك حالا دلوقتي، نشوف هل سي ان ان امناء في تغطيتهم للمذابح التي تقترف بحق الفلسطينيين في غزة؟ شوف وهنرجع نكمل الكلام. Now you can see the area is completely deserted, but I want you to get them off the road, get them lay down next to the road, okay? Closer to the road, Jerry. Move them. It looks like you're in the middle of a forest. Get down. Close. Okay, Jerry, tell the cameraman to keep Clarissa in shot, okay? It's not the Blair Witch Project. You're fine. That's it. Perfect. Okay. Get nice and close. Right. Get the cameraman nice and close. That's the Iron Dome, okay? Right, now look around, Jerry. Just look around as if you're in danger. Try and look nice and scared. Yeah, that's it. Catching your breath. Dead scary over here with all the bombs going off and all that. Hi, John. So forgive me, I have a slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage of rockets coming in here, not too far from us, so we have had to take shelter. يا لها من فضيحة، فضيحة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فضيحة التلاعب والكذب والزور والبهتان والتمثيل. احنا بنخرج مشهد سينمائي،
خلي المصور يقف كده، خلي المذيعة تجري بالطريقة دي، انبطحي على الأرض، ادي على وشك علامات الفزع، خلي الناس تحس ان انت قلقانة، الموضوع خطير، عايز أنفاسك تبقى متلاحقة، عاوزك تبقي قلقانة متوترة خايفة. ويا سلام بقى يا مدام لو تنزلنا دمعتين من على العين الشمال بس وتسيب اليمين. قوم يا ابني قطر للأستاذة، مش كده، أنا عايز الدموع تملى وشها، انفخ في عينيها، خلي عينيها تحمر من كتر العياط. البنت قلقانة، البنت خايفة. احنا بنخرج مشهد سينمائي على CNN، دي تغطية الإعلام الغربي للمذابح اللي بتحصل ضد أهالينا في فلسطين. قالك خايفين، قلقانين، مرعوبين، هنعمل ايه من الفلسطينيين؟ مفتريين. مين اللي مفتري؟ هو انا قاعد في بيتنا واحد يخبط عليا ويقول لي اطلع بره اصل البيت ده بيتي؟ اقول له لا، ده بيتي انا، بتاعي، ملكي ابا عن جد، انا معايا كل حاجه بتثبت العقود. يقول لي عقود مين؟ عقود مين؟ انا رجال الدين بتوعي قالوا لي البيت ده بتاعك. ايه؟ رجال الدين بتوعك قالوا لك البيت ده بتاعك؟ ده بيتي انا عايش فيه. يرجع الراجل ويجيب كل اصحابه، اهله وعشيرته، ويقرروا انه رجال الدين بتوعهم قالوا لهم ان البيت ده بتاعه، وينزلوا فيا ضرب لحد اما اقول يا كفا. يشردوني ويشردوا مراتي وعيالي وامي وابويا، كلنا عايشين في البيت. يضربونا ويقولوا لنا اصل البيت ده بتاعنا، رجال الدين بتوعنا قالوا لنا كده. نقول لهم بس انتوا اصلا مش من عندنا، ده انتوا جايين من اوروبا، ده انتوا جايين من افريقيا، ده انتوا جايين من امريكا، ده انتوا جايين من اسيا. يقول لك ماليش فيه، هو البيت ده بتاعي. واضطرت بالعافيه وافضل ماشي حوالين في الارض اللي حوالين البيت، كل شويه اقول لهم يا جماعه ده بيتي، يروحوا ضربين عليا رصاص. اقول لهم ده بيتي، يضربوني بالصواريخ. ده بيتي، ما يسيبونيش، يقتلوا في العيال. اجي اقول لهم الله يا جماعه انا كده بقى لازم اخد حقي، ده بيتي، اروح اخبط على الباب اقول له اطلع. اقول لي انت بتخبط على الباب عليا؟ اقول له اصل ده بيتي، يروح ضربني. يجي له ابني يروح قتله، ابن عمي يروح ذبحه. يا جماعه ده بيتنا، بالتاريخ بيتنا، بالورق بيتنا، بالحضاره بيتنا. طب ده انتوا اصلا مش من هنا؟ يقول لك لا هو كده. فلما ابقى بدافع عن بيتي يتقال عليا مجرم، ادافع عن بيتي يتقال عليا ظالم، ادافع عن بيتي يتقال عليا ارهابي، مع ان بيتي هو اللي اتسرق وعيالي هم اللي اتقتلوا والبيت بيتي. بس الاعلام الغربي مش شايف كده. الاعلام الغربي شايف ايه؟ شايف ان احنا اللي وحشين، اصل احنا بندافع عن بيتنا فاحنا نبقى وحشين، بندافع عن اهالينا وعن عيالنا بس احنا وحشين، بندافع عن ارضنا بس احنا وحشين. ده الاعلام الغربي، ودي CNN مفخرة العالم، حاجة تكسف. فاصل ونكمل الكلام. أنا الله الشهادة. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. أهلا 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 بحضراتكم. طيب
يمكن خلال التسع أو العشر سنين اللي فاتوا أقدر أقول لك بمنتهى الثبات والتأكيد والأريحية اللي قامت بيه مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا دور تاريخي لأجل قضيتنا المركزية فلسطين. دور تاريخي لأنه لأول مرة نقدر نثبت وقف إطلاق نار، لأول مرة نقدر نوقف الفصائل الفلسطينية كلها بجانب بعضها البعض على نفس ذات الموقف، نعقد مصالحة حقيقية ما بين الفصائل، نقدر أن احنا نمنع العدوان على غزة زي ما سبق وحصل قبل كده في 14، نقدر أن احنا نجمع الفصائل هنا في مصر زي ما كان لسه حاصل على سبيل المثال آخر اجتماع اللي كان في يوليو في مدينة العالمين الجديدة. خطوات كانت شديدة الأهمية، دور تاريخي مهم جدا يشهد به الجميع، الجميع سواء إذا كان من أشقائنا العرب أو من واشنطن، باريس، برلين، روما، لندن إلى آخره، عواصم ما يطلق عليها عواصم صنع القرار الدولي. كل الناس دي كانت تجري اتصالات هاتفية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للثناء على هذه الخطوات شديدة الأهمية. كل ده فصل مهم جدا من تاريخ مصر في احتضانها لقضيتها المركزية وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وقضايا الشعب الفلسطيني. أما الوضع الراهن فمصر بتلعب دور أهم حتى من اللي هي نفسها لعبته خلال العشر سنين. احنا بنتكلم على محاولات مصر للوصول الى مائدة نجلس عليها جميعا وصولا لحل الدولتين، فهتجد تقريبا تطابقات مع مشاهد خلال العشر سنين اللي فاتوا اللي هي ايه؟ هي فكرة انه كل زعماء العالم يتواصلون مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. انت شفت أنطونيو جويترش اتكلم مرتين، ماكرون نفس القصة تقريبا مرتين، روسيا، أمريكا، إنجلترا، إلخ إلخ إلخ، طبعا بجانب أشقائنا العرب لأجروا كلهم تقريبا اتصالات بفخامة الرئيس. ثم انه تيجي تشوف انه النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجية تركيا و هكان فيدان، وتم التباحث حول مجمل التطورات الثنائية ما بين البلدين أو تطورات العمل والتعاون الثنائي ما بين البلدين، ثم التطورات أيضا والتقدير للتطورات الإيجابية اللي بتشهدها العلاقات المصرية التركية واللي بتتم في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. طيب، لكن جانب كبير من هذا الحديث كان حول وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع ضد أهالينا في قطاع غزة. وجهات النظر شهدت التوافق، توافق حول خطورة بالغة لهذا الوضع، خطورة بالغة تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة بالكامل على اتساعها، مش بس المنطقة العربية ولكن دول الجوار العربي. طيب، حصلت مجموعة من التأكيدات في إطار هذه المباحثات اللي تمت إنه توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة، عدم تعرضهم لسياسات العقاب الجماعي سواء إذا كان بقى الحصار، التجويع، التهجير، خد بالك، وطبعا الرفض القاطع لمسألة توطين أهالينا الفلسطينيين من غزة في مصر رفضا قاطعا. وبالمناسبة سوف تجد حتى أنه إسماعيل هنية اتكلم في هذا الموضوع وأثنى على الجهود المصرية وعلى هذا التأكيد المصري، ده واحد. هتجد أنه القيادات اللي على الأرض في فلسطين أيضا تتحدث في هذا الموضوع وعلى نفس ذات السياق ونفس ذات النغمة واللهجة إذا صح التعبير. هتجد أنه الكل يرفض تماما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، والاتفاق مع المصطلح المصري والمقاربة المصرية أنه لن نسمح أبدا بتصفية القضية. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور.
اهلا بك استاذ يوسف واهلا بكل الساده المشاهدين. دكتور ايمن، يمكن النهارده فخامه الرئيس التقى بوزير الخارجيه التركي هاكان فيدان وتم الحديث في اكثر من موضوع، ولكن طبعا من ابرزها هو الوضع الراهن والتصعيد تجاه القطاع. كيف ترى وجهات النظر او توافق وجهات النظر ما بين القاهره وانقره؟ أولا أستاذ يوسف، مصر تستطيع من خلال الجهد الكبير جدا سواء مع الأشقاء في العرب في منطقة الشرق الأوسط التي تشملها تركيا أو حتى على المستوى الدولي، مصر استطاعت أن تبني بالفعل مقاربة سياسية وإنسانية متكاملة. هذه المقاربة أولا تحذر وتطلق جرس إنذار للجميع بأن ما يجري في غزة يمكن استنساخه في مناطق أخرى، ويمكن أن الصراع أن يندلع ويتوسع ويتمدد إلى أقاليم أخرى ومناطق أخرى، وهذه خطورة كبيرة جدا ليس فقط على الأمن والسلم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لكن للسلم والأمن الدولي. هذا رقم واحد. الأمر الثاني، مصر استطاعت أن تبني وجهات نظر عربية ودولية وإقليمية حول مقاربتها بضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وإدخال المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة، وأيضا وصولا إلى الهدف النهائي وهو حل الدولتين وأن يكون هناك حل سياسي. ودعني أستاذ يوسف هنا أذكر حضرتك وأذكر السادة المشاهدين بأن ما يجري الآن من مآسي ومن عنف في المنطقة هو كان نتيجة لعدم سماع وجهة النظر المصرية والنصائح المصرية. مصر كانت تقول دائما لن يكون هناك استقرار في المنطقة ما دامت القضية الفلسطينية لم تحل. مصر كانت دائما تحذر من فصول جديدة من فصول العنف ما لم يكن هناك مسار سياسي وحل سياسي للقضية الفلسطينية. لذلك مصر سعت خلال الفترة الماضية على أكثر من مسار وأكثر من جبهة. على سبيل المثال زي ما حضرتك أشرت، لماذا مصر كانت تسعى لتوحيد صوت الفصائل الفلسطينية حتى يعني تفوت على إسرائيل ما كانت تدعيه بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام. مصر كانت تريد أن يكون هناك جبهة فلسطينية موحدة تتحدث بلسان واحد وتوجه واحد حتى يكون طريق السلام متاح للجميع. مصر أيضا كانت تقول أن مبدأ حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، وكانت مصر تسعى دائما لتهيئة جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة مفاوضات واحدة. وكثيرا ما سمعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحذر من انسداد المسار السياسي وعدم جلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة واحدة، لأنه منذ أبريل عام 2014 لم تجرى أي مبادرة، لم يكن هناك أي حديث عن مبادرة مبدعة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين منذ المفاوضات التي قادها جون كيري لمدة 9 شهور ولم تفضي إلى أي نتيجة منذ عام 2014. نحن نتحدث عن عقد كامل أو ما يقرب من عقد كامل كل من الفلسطينيين والإسرائيليين في مسارات أحادية ولم يلتقيا على الإطلاق. لذلك مصر الآن بتحذر مما يحدث في الوقت الحالي، بتبني مقاربة للسلام، مقاربة للجميع، لكن في ذات الوقت مصر بتحذر من أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. لأن بالمناسبة أستاذ يوسف، عندما تتحدث إسرائيل عن إزاحة الفلسطينيين لمسافة 19 كيلومتر من شمال القطاع إلى الجنوب، هذا رغبة من إسرائيل أو سعي من إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية ودفع الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة. وبالمناسبة الخطة لها جناحان لا تتعلق فقط بقطاع غزة، لكنها تتعلق أيضا بالضفة الغربية، لأن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي بيتحدث عن عملية أخرى سوف يتم إطلاقها بعد الانتهاء من قطاع غزة في الضفة الغربية، وتهدف في النهاية أيضا إلى طرد سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي يتم تصفية القضية الفلسطينية بشكل عام. لماذا طرد السكان من الأراضي المحتلة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية؟ في العرف الدولي وفي العرف الدول، الدولة تتكون من 3 مكونات: الأرض والشعب والسلطة أو الحكومة. عندما يتم إزاحة وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، إذا أنت تصف القضية وتنهي القضية الفلسطينية. هذا حلم إسرائيلي أو هذا وهم إسرائيلي من سنة 1982 بالمناسبة، من قبل يا دكتور، لأنه إسرائيل بدأت وانتهجت سياسة الترانسفير من الستينيات تحديدا ودفعت بأعداد لا بأس بها على الإطلاق للمملكة الأردنية أنذاك. يعني
عمليا هي فلسطين تنتهك سياسة الترانسفير من الستينيات، وانتهجت إسرائيل. سياسات طبعا إسرائيل تحديدا، وانتهجت سياسات الأبرتايد مع جدران عازلة وما إلى ذلك. وبالتالي إسرائيل يجب أن يتحول المجتمع الغربي لرؤيتها باعتبارها تمارس سياسات تطهير عرقي. بالتأكيد بالتأكيد يا استاذ يوسف، لان للاسف في الوقت الحالي الرواية الإعلامية والرواية السياسية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية كلها تتحدث ان ما تعرضت له إسرائيل يوم السبت الماضي فقط، دون الحديث عن السياق العام. نحن نتحدث عن دولة تحتل أراضي، وبالتالي من حق اي شعب تحتل أرضه وفق القوانين الدولية وفق كل شيء من حقه ان يقاوم. وبالمناسبة أرض فلسطين بالحدود التي نتحدث عنها في حل الدولتين والتي تضم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هذا معترف بها في الأمم المتحدة منذ ديسمبر عام 2012. في ديسمبر عام 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية 171 دولة اعترفوا بما سمي نون ممبر ستيت أو دولة مرائب على حدود 67. وبالتالي هذه الأرض أصبح لها عقد موثق وموجود في الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل أن تدعي أن هذه الأرض ليست أرض فلسطينية وليست أرض الفلسطينيين. وبالتالي تهجير مواطن واحد من هذه الأرض يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، بيعتبر تهجير قسري، والتهجير القسري في العرف الدولي وفي القانون الدولي هو جريمة حرب بامتياز. هي جريمة سؤال يا دكتور. متكاملة الأركان. سؤال يا دكتور وحتى خبير في العلاقات الدولية، تبقى للقانون الدولي أيضا إسرائيل مفترض جدلا أنها مسؤولة عن الشعب الفلسطيني على الأرض المحتلة تبقى للقرارات بتاعة الأمم المتحدة ما بعد 5 يونيو 67، وعليه هي مسؤولة عن إمدادهم بالمياه النظيفة، الكهرباء، المدارس، المستشفيات إلى آخره، ولم صحيح. تقم إسرائيل بأي من مسؤولياتها ولا حتى عشر معشار مسؤولياتها تجاه شعب محتل طبقا للقانون الدولي. بالتأكيد اتفق معك تماما استاذ يوسف. ليس هذا فقط، ده إسرائيل بدلا أن باعتبارها دولة قائمة بالاحتلال وعليها واجبات تجاه الشعب الذي تحتله، هي تقوم بالمحاصرة. انظر إلى الرئيس بوتين، ماذا قال الرئيس بوتين؟ قال أن حصار إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتحديدا لقطاع غزة يشبه حصار مدينة لينينغراد أثناء الحرب العالمية الثانية عندما حصرها النازيون. عندما يأتي هذا من يعني رئيس دولة مثل روسيا، العالم كله يتحدث الآن عن السياسة العنصرية التي تقوم بها إسرائيل. قطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة بشكل جماعي، هذه جريمة موصوفة في القانون الدولي بأنها جريمة حرب. كل من اتخذ هذا القرار أو شارك فيه أو صوت عليه في إسرائيل، يمكن لفلسطين الآن باعتبارها دولة في المحكمة الجنائية الدولية أن تقدم هؤلاء إلى هذه المحكمة. وهذا بالمناسبة واضح جدا، لأن القرار معلن والمشاركين فيه معلنون، ووصف هذه القضية موجود ومعروف في المحكمة الجنائية الدولية. لذلك أنا في تقديري ليس أمام إسرائيل إلا أن ترضخ وتقبل بالمقاربة المصرية، وهو السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن غير ذلك سوف يتحول إلى جريمة حرب، إلى تجويع جماعي، إلى قتل جماعي خارج القانون. وهذا أنا في تقديري لم تقبله البشرية ولن يقبله الضمير الإنساني، مهما بدا من دعم يعني مطلق وغير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة مع مرور الوقت يبدو وتظهر في المواقف الأمريكية اختلاف مع الموقف الإسرائيلي. يعني على سبيل المثال، عندما طلبت إسرائيل من الفلسطينيين أن يتركوا منازلهم خلال 24 ساعة، خرج جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي وقال إن هذا الأمر غير معقول وغير لا يمكن تنفيذه في 24 ساعة. وبالتالي هنا بدأ من ملامح الخلاف في الموقف الأمريكي عن الموقف الإسرائيلي. هي المسألة ليست 24 ساعة وحتى 240 ساعة، وأنا أطلع من البيت ليه؟ يعني ده سؤال الحقيقة، موقف شديد الغرابة ينظر إليه العالم بطريقة أكثر غرابة. يعني إذا كنت وقفت حصرت جنوب إفريقيا، أو تحديدا في وقت الحكومة العنصرية، حصروا هذه الحكومة العنصرية حتى تعترف بحق السكان الأصليين وعدم انتهاج أي شكل من أشكال العنصرية وسياسات التطهير العرقي ناحيتهم،
طب ما تعملوا كده ناحية فلسطين، ده شيء غريب جدا يعني. بس هنا يجي سؤال طبقا يمكن الاجتماع اللي حصل النهاردة ما بين فخامة الرئيس وما بين وزير الخارجية التركي، في ظل علاقات تتحرك من الجيد إلى الأجود منه ما بين القاهرة وأنقرة، تعتقد أنه كيف يمكن للعاصمتين أن هم يلعبوا دور في مسألة الجلوس على مائدة مفاوضات؟ أولا أستاذ يوسف، الموقف المصري والدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم في تقديري التي تستطيع أن تتصل بالأطراف الثلاثة الفاعلة في هذه الأزمة، وتستطيع ليس فقط أن تتصل بهم لكن أيضا تؤثر في مواقفهم، وهم إسرائيل، دولة إسرائيل، الفصائل الفلسطينية، الدولة، السلطة الوطنية الفلسطينية. مصر تتواصل مع هؤلاء بشكل جيد، تؤثر فيهم وتفهم ما يفكروا فيه. تركيا أيضا دولة إقليمية مهمة للغاية، وتركيا هي أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل سنة 1949، يعني بعد قيام إسرائيل بشهور قليلة، وبالتالي هناك علاقة قوية ما بين تركيا وإسرائيل. لذلك أنا في تقديري القاهرة وأنقرة يمكن أن يطوروا منصة سياسية يجمعوا حولها سواء الدول العربية أو الدول الشرق أوسطية أو حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لطرح المقاربة التي تحدث عنها مصر اليوم وتحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبدأ بالدعوة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وصولا إلى الحل السياسي، لأن هذا هو أهم شيء. بالمناسبة لو انتهت هذه الأزمة دون التوصل إلى أفق سياسي لحل هذا القضية بشكل نهائي وبشكل كامل، سوف يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. نحن رأينا حروب في أغسطس 2022، في مايو 2021 كان هناك اجتياح بري أيضا لإسرائيل لقطاع غزة في عام 2014، وماذا فعلت إسرائيل؟ الآن تهدد بالاجتياح البري لقطاع غزة. سبق لها أن اجتاحت قطاع غزة مرتين، عام 2008 وعام 2014، ولم تفعل أي شيء ولم تحصل على أي نتيجة. وبالتالي الحل ولم تحصل الوحيد، يعني أنا أعتقد، صححني لو أنا غلطان يا دكتور، الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على الاستمرار في حرب متصلة لأكثر من 51 يوم إياهم. بعد كده بيبدأ ينهار الاقتصاد، انهيارات واضحة، بيبدأ يحصل بقى مظاهرات جوه الداخل الإسرائيلي لو اعتبرنا أن له داخل إلى آخر، وبالتالي ده بيجبره أكتر على الانسحاب والتقهقر للوراء خطوة أو خطوتين، فما فيش قدامه، وصححني برضو، غير الجلوس على مائدة مفاوضات. صحيح أستاذ يوسف، يزيد عن كل اللي حضرتك أشرت إليه أن وضعية إسرائيل حتى قبل يوم السبت الماضي وضعية هشة للغاية. نحن نتحدث عن مظاهرات دائمة، مشاكل بين نتنياهو وبين المعارضين، لصورة إسرائيل في الخارج، صورة الدولة الهشة ليست كما كانت تصور في الخارج بأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط وما إلى ذلك. كل الاقتصاد الإسرائيلي حتى البورصة الإسرائيلية انهارت في الأيام القليلة الماضية، كل ذلك يؤشر. بالإضافة إلى أن هناك دراسات كثيرة تقول أن دائما إسرائيل في العقد الثامن تبدأ نهايتها، تبدأ انكماشها، يبدأ أفول نجمها. لذلك أنا في تقدير ما يحدث الآن سوف يؤثر وبعمق في إسرائيل وفي وضعية إسرائيل وفي وجودية إسرائيل في المنطقة. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. راجعوا التاريخ، 51 يوم وترك مفيش. على كل، أنا بظن دايما أنه العرب عندهم فرصة ذهبية يعني، وفرصة تاريخية. العرب 22 دولة، العرب، ما هو يعني ناخد موقف واحد ونمشي جنب بعض ماسكين ايدين بعض ونقعد مع بعض على نفس التوجه ونفس المقاربة، والتي لا أظن على الإطلاق أنها تشكل أي تهديد أو استفزاز لأي نظام عربي. المقاربة المصرية هي المقاربة الأوفق، الأكثر واقعية، وبالوضع الراهن ده ينفع. فاللي عاوز يحل فليتقبط الذراع المصرية، اللي فعلا أمين في مسألة الحل فليتقبط الذراع المصرية. خليني أروح
للمساعدات الطبية والإنسانية التي تصل إلى مطار العريش ومستشفيات سيناء بتستعد لأجل أهلنا في فلسطين. معانا على التليفون مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. أهلا بيك يا مروة. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني كلمينا عن الوضع الراهن، المساعدات يمكن أحجامها قد إيه، أنواعها وأشكالها، وصلت للعريش ولا لسه، إمتى هتبدأ إن شاء الله تدخل، وإن كان دخولها أنا عارف أنه طبعا مرهون بمسألة أنه يعني ندخلها وفي قدامنا الناحية التانية المفاوضة المتعلقة بأصحاب أو حملة الجنسية الأمريكية اللي موجودين على الأرض المحتلة، لكن خلينا في المساعدات بتاعتكم ودوركم الرائع كمؤسسة حياة كريمة. احنا الحمد لله بتوجيهات فخامة الرئيس النهاردة وجهنا يعتبر اكبر قافلة اغاثة انسانية ان شاء الله هتكون موجودة في العريش صباحا. هي اصطفت السيارات كلها تحت مظلة التحالف الوطني العامل الاهلي التنموي. احنا تقريبا وصلنا كنا لحوالي 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة جدا من المساعدات الإنسانية، وصلت تقريبا لحوالي 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم. تقريبا انتهجنا كلنا كل المؤسسات ان احنا يبقى معانا، يبقى دايما المواد الغذائية سهلة الفتح وسهلة الاستخدام، مش هتبقى محتاجة نوع من انواع الطهي او كده طبعا للظروف الراهنة. كمان ارسلنا 40,000 بطانية، 80 خيمة ايواء، وما يزيد عن 46,000 قطعة ملابس. ده كل ده بالإضافة إلى طبعا تقريبا أكثر من حوالي 290,000 علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة. إن شاء الله بإذن الله هتوصل العريش إن شاء الله مطار العريش صباحا، ومعاها متطوعين من كافة التخصصات. هنبقى هناك إن شاء الله مستنيين التعليمات، هنسلم في المطار ولا إيه التعليمات اللي هتجينا إن شاء الله بإذن الله. حياة كريمة ساهمت ب 15 تريلا كاملة محملة بكافة المساعدات المطروحة. عظيم. وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يعني عندنا أمل إن شاء الله إن دي مش هتكون أول حملة بإذن الله. امبارح كمان كان في تحت مظلة التحالف الوطني أيضا حملة تبرع بالدم في 13 محافظة في جمهورية مصر العربية، وطبعا الشعب المصري كالعادة يعني راهن على جدعنته. طبعا طبعا أكثر من كده، لأنه العادي في كل حملات الدم كان نسبة التحصيل فيها بيبقى تقريبا 40 كيس خلال اليوم، في الحملة 45 كيس في أول ساعة. الله أكبر. يعني احنا دايما في كل مقر في كل مركز، فاحنا دايما عارفين ان المصريين لازم بيقفوا دايما وقت الجد جنب بعضهم. دايما جنب متوقع الأخرى. دايما متوقع الحقيقة، دايما متوقع عمره. النهاردة الشكل كان فعلا يفرح كل الناس، حضرتك مش متخيل على الطريق السريع العربيات اللي ماشية من الشعب عمالة بتحيي القافلة قد إيه، إدى باور كبير قوي للمتطوعين اللي رايحين وعندهم استعداد بكل وسائل الاستعدادات ان هم ينفذوا التعليمات علشان يساعدوا بس اخواتنا الفلسطينيين. يا مسهل، ربنا يوفقكم، الواحد مش عارف يشكركم ازاي، لكن كل قلوبنا معاكم، ونتمنى ان احنا نكون ايضا من ضمن هؤلاء المتطوعين ونساعدكم بكل ما نستطيع. اشكرك جدا مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. انا عايز استأذنكم نروح لفاصل، ولكن هنرجع وهنكمل الكلام. ولما إسرائيل تروغ عن نفسها باعتبارها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، يبقى لازم نصدق على طول أن العالم حر، وأنه الأوروبيين دول هم المدافعين عن الحرية، والأمريكان دول هم حماة الحرية والديمقراطية إلى آخره. لازم نصدق حاجة زي كده يا راجل؟ إذا كان إسرائيل بتقول لك واحة الديمقراطية، إذا كان CNN بتقول لك نحن رمز المهنية، فيبقى طبيعي انه شركة ميتا تيجي تقول لك يا جماعة نحن العالم الحر، نحن نرفض اي تعليقات مسيئة، فيحذفوا 795,000 بوست، 795,000 بوست منشورين سواء اذا كان
بالعربي ولا بال، وصفوها بانها مزعجه، مزعجه فيما يتعلق بالحرب اللي موجودة أو هذه المواجهة العسكرية اللي موجودة على أراضينا في غزة. طب يعني إيه مزعجة؟ طب ما كنتوش ليه بتحذفوا البوستات اللي بتشتم في العرب واللي بتتحدث عن، يا راجل أنا لو دخلت على ميتا أخشى ما أخشاه، أنا بس قلقان، أخشى ما أخشاه إن أنا ألاقي اقتباسات من مؤلفات ماير كهانا مثلا. بص مثلا لك ايه، بعد ما انتهت الساعة ايه، بعد ما انتهت الساعة اغلاق الفيسبوك يخبرني بعض الاصدقاء انها تعتبر عادة يومية حتى يستجيب الفيسبوك ويرفع التقييد في منشورات دعمنا للاراضي المحتلة، فما رأيكم؟ بص انا عندي مشكلة في الصفحة، الفيسبوك مأيدها ومش بتوصل نهائي للاصدقاء ولا المتابعين، كل ده بسبب بوست كان خاص بفلس، خد بالك بقى عشان يعرف يعدي، فراح جايب كلمة فلسطين قاسمها عشان يعرف يعدي. يعني فيسبوك بياخد قرار اي حاجة مكتوب فيها فلسطين احذف. يعني فيسبوك شركة ميتا بيحاولوا يمحوا من الوجود ومن الذهن الإنساني إن في بلد اسمه فلسطين وإنه في شعب اسمه الفلسطينيين. يقول لك حذفه تلقائي واداني مخالفة كمان، يعني أنت عارف إيه؟ Not only but also. إحنا مش بس هنحذف البوست، لا إحنا كمان هندوس عليك. بص قال لك صباح الخير، قام فيسبوك بتقييد نشر الروابط كل اللينكات بقى على الحساب لمدة يومين، أرجو التعليق بأي تعليق على هذا البوست لوقف هذه السخافة، محبتي ومودتي. يعني لو أنت حطيت مثلا لينك كده رابط على المذابح الإسرائيلية اللي في غزة فيسبوك يحذفه. والله بكلمه بجد. طيب حذف البوستات زاد عن اللزوم، الفيسبوك يا جماعة بيربينا وبيعلمنا نكتب ايه وما نكتبش ايه، بصراحة شيء مهين. من ناحية شيء مهين، هو شيء مهين، مين اللي عمل كده؟ مش احنا اللي عملنا كده في نفسنا؟ تعال نشوف المهندس أحمد والي معانا على التليفون، رئيس قسم نقل البيانات في إحدى شركات الاتصالات الكبرى. أهلا بيك يا باشمهندس أحمد. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ليك وكل مشاهدينك المحترمين. اخبارك ايه؟ ده احنا لتحياتنا ليك. قول لي، هو الحذف مبني على اساس الايه؟ يعني من وجهه نظرك ومن تجربتك ومن خبرتك الواسعه. طيب خلينا الاول يعني اظهر دعمي وتعاطفي الكامل مع شعب فلسطين، يعني ربنا يقويهم ويبقى معاهم ان شاء الله، ونشكر القياده السياسيه بتاعتنا على دعمها للقضيه الفلسطينيه. صحيح. اللي حصل ان الاتحاد الاوروبي في اغسطس اللي فات اصدر قانون جديد لضبط الحوكمه بتاعه ما ينشر على الانترنت، سواء على الفيسبوك، على منصات البحث، على جوجل، على فيسبوك، على امازون. حتى الحوكمه اللي حطتها دي او القوانين اللي حطتها دي عشان يعني تتاكد ان مفيش منشورات كاذبه تنشر على الفيسبوك، مفيش منشورات بتحض على العنف والكراهيه، مفيش منشورات بتضلل الراي العام او توجه الراي العام، مفيش حاجات سلع ممنوعه بتتباع على الانترنت، يعني عشان يامن الانترنت ويدي كمان حق ان المستخدم يبقى من حقه يختار الحاجات اللي تطلع له. يعني ما لو هو مثلا ما بيحبش يطلع له منشورات عن الحرب، من حقه انه يقول انا مش عايز يطلع لي منشورات عن الحرب. فهم حطوا زي حوكمه عامه كده على المنصات كلها الكبرى، ازاي تنشر ايه وما تنشرش ايه. اللي حصل في غزه المره دي بقى ده اول تطبيق عملي للقانون ده، ان هم قالوا اي نشر عن حماس او تعاطف مع حماس هنعتبره مصنف تصنيف الحض على الكراهيه والعنف، اللي هو متعرف عندهم بالكلمتين دي. حماس تحديدا يعني؟ نعم، حماس تحديدا. حماس تحديدا اي تعاطف مع حماس وفي القضيه الفلسطينيه طبعا، يعني بس هم ركزوا على حماس بالذات، وقالوا كمان ان احنا رافضين التهديد اللي قالته حماس في التلفزيون ان هو لو حصل هجوم هنبتدي نقتل مدنيين ونديع على الانترنت. فقالوا احنا كمان صاحيين للكلام ده، واول ما ينزل فيديو بهذا يعني الموضوع هنحذفه فورا. ماشي. فهم اعتبروها يعني من مصنفه في الحد على الكراهيه. طب والعكس؟
العكس ما هو العكس ما حدش جاب سيرته، بس هم قايلين هم شالوا منشورات بالعربيه والعبريه، انا ما اعرفش العربيه والعبريه قالت ايه بصراحه، بس ما قالوش العكس، هو كلام اتكلم عن حماس بس. طب يعني حماس وفلسطين بس هم المنشورات عليهم محظور. ونعرف كمان ان في ده مش بس كده، في دول في اوروبا ابتدت كمان تطلع قرارات بالشكل ده، اللي هيظهر اي تعاطف في الشارع او على السوشيال ميديا برضه هيتاخدوا ضد اجراءات، يعني الموضوع مش بس السوشيال ميديا. تمام، انا بشكرك جدا باشمهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في احدى شركات الاتصالات. هنا لازم يا جماعه نحط نفسنا كلنا قدام سؤال، ونضع هذا السؤال قدام بقى شركه ميتا، قدام فيسبوك، قدام الاتحاد الاوروبي، قدام الجن الازرق من الاخر. يعني انا دلوقتي لو عملت سيرش على فيسبوك مش هلاقي صوره بنيامين نتنياهو هو رافع الصوره بتاعه فلسطين من وجهة نظره هو انها اسرائيل بالكامل، وناسي ان في غزة وناسي ان في الضفة. هلاقيها على فيسبوك ولا مش هلاقيها؟ هلاقيها. طب اتنين، هو ده صح؟ لا غلط. تلاتة، هو الشرعية الدولية بتقول كده؟ لا ما بتقولش كده. قرارات الامم المتحدة بتقول كده؟ لا ما بتقولش كده. طب وفيسبوك سايب الخريطة بتاعت بنيامين نتنياهو ليه؟ ولا هم الفلسطينيين وحشين والتانيين ملايكة؟ يعني الملائكة اللي عايشين هناك دول عادي يقولوا اللي هم عايزينه ومفيش مشكلة، ماشي الحال، مفيش أزمة. يعني لما يحرضوا على الشعب الفلسطيني عادي، لما يحرض على الإبادة وسياسات الأبرتايد عادي، لما يحرض على محاصرة الشعب الفلسطيني عادي. يعني البوستات بتاعة الجيش المحتل لما يقول احنا هنخلي قطاع غزة، ألا يعتبر ذلك أمام الضمير العالمي انه تهجير قسري وتطهير عرقي؟ يعني ايه انا هخلي قطاع من سكانه؟ يعني ايه؟ طب ليه الفيسبوك ما بيحذفش ده؟ مش دي البيانات بتاعتهم يا جماعة؟ دي بيانات رسمي من عنده، فيسبوك ما شالهاش. يعني لا شالها وهي بالعربي، ولا شالها وهي بالعبري، ولا شالها وهي بالانجليزي. بلد رسميا جيشها بيقول هنخلي القطاع، هنفضي القطاع. طب بلاش دي، بلد بالمقررات الدولية محتل، يعني العالم بيقول ايوه ده اسمه احتلال، قطاع غزه منطقه تحت الاحتلال. طيب قول لي تحت انهي قانون دولي من حق المحتل ان يقوم بضرب الشعب الذي تم احتلاله بالطيارات لحد الاباده؟ فين؟ طب وبتسمح بالمنشورات دي ليه؟ انا اتعلمت حاجه في حياتي، أنا لا ألوم الآخر على امتهانه ليا، أنا ألوم نفسي. مين اللي سكت؟ إحنا. مين اللي تشرذم؟ إحنا. مين اللي ما خدش قرار موحد؟ إحنا. بس كده. إلا النتيجة إيه؟ النتيجة إن مصر سوف تظل دائما هي القلعة الوحيدة اللي هتدافع عن فلسطين. هيظل الشعب المصري هو الشعب الوحيد اللي مستعد انه يبذل كل ما لديه وحتى روحه لاجل فلسطين. حصلت قبل كده؟ يوه، حصلت في 4 حروب، يعني مش بنحلم، لا هي حصلت في 4 حروب دفعنا فيها 100,000 شهيد لاجل فلسطين. سيبك من الفلوس وسيبك من اعمار غزه وكل ده جميل، 100,000 بني آدم، 100,000 نفس راحت علشان فلسطين. يبقى من الآخر أنا بقول لك أهو، القلعة الوحيدة الباقية للدفاع عن القضية العربية مصر، الشعب الوحيد اللي مستعد اللي بذل أغلى ما يملك مصر، ودون تردد نرجع لمصر وللداخل المصري. وبالمناسبة الموضوع ده مهم، يعني مهم لينا كلنا، يعني وهو انه احنا من النهاردة
بدأنا في تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، وده بقرار من الحكومة المصرية. يمكن كنا اتكلمنا في ده الأسبوع اللي فات مع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ومعانا هنا على التليفون الدكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية. أهلا 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 وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. يعني في ظل كل ما يحيط بينا وفي ظل هذه المأساة الكبرى، يمكن هرجع وأقول لك يعني برضو إحنا مهم عندنا أن إحنا بندي شيء جيد لعموم المصريين. بدأت مسألة التخفيضات في الأسعار يا دكتور؟ بدأت بالفعل النهاردة على مستوى يعني معظم محافظات الجمهورية. تم التنسيق ما بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ممثلي للقطاع الخاص، ومن ناحية أخرى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية. وفي حزمة من الإجراءات اللي تم اتخاذها على الفور وأعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء، بتتلخص في الإعفاء الجمركي من الرسوم ومن الجمارك لمجموعة من السلع الأساسية. وتم تحديد 7 مجموعات من السلع، وهي الفول والعدس واللبن والجبنة والمكرونة والزيت الخليط. وأفاد السادة الموردين والمنتجين في اجتماعاتهم مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية على مدار الأسبوع اللي فات وأصحاب السلاسل التجارية إن التخفيضات هتتراوح من 15% حتى 25%، وفي بعض الأصناف بتصل إلى 30 و35%. وعلى سبيل المثال النهاردة يعني طرحنا السكر ب 27 جنيه في معظم المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، وأيضا طرحنا الزيت الخليط 700 ملي بأسعار تتراوح من 31 جنيه إلى 35 بعد ما وصل إلى 42 قبل المبادرة، والزيت الخليط اللتر وصل قبل المبادرة 56 جنيه احنا النهاردة طرحينه ب 45 جنيه، يعني التخفيض يصل إلى 30%. وتعهد أيضا اتحاد منتجي الدواجن ينزلوا بيض المائدة وأيضا الدواجن المجمدة والحية بتخفيضات 15%، ومدة المبادرة مستمرة معانا لمدة 6 أشهر. والنهاردة كان في تكليف واضح من دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في محافظة بورسعيد أن وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين بيشكلوا متابعة يومية وميدانية على مدار الأسبوع، ووجه معالي وزير التموين النهاردة يتم تشكيل مجموعات عمل وغرف عمليات سواء في جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وأيضا في الإدارة العامة لمباحث التموين اللي تتبع وزارة الداخلية. ويمكن قبل ما أدخل مع حضرتك مباشرة كان في تنسيق مع السيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين للإطمئنان على سلاسل الإمداد وتوافر السلع في المجمعات الاستهلاكية وفي السلاسل وحركة النقل والتداول وإزالة أي معوقات أو أي مشاكل أثناء عمليات الإمداد. ويمكن النهاردة اليوم الأول 14 أكتوبر وكان في إقبال كبير من السادة المواطنين، ونزل بعض السادة المحافظين على أرض الواقع وبصوا أيضا على السلاسل التجارية. الرسالة اللي عايز أؤكد عليها من خلال حضرتك أن لولا التعاون الوثيق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ما كان لهذه المبادرة أن هي تخرج بهذه الشكل المشرف في اليوم الأول لها، وإحنا بصدد أن إحنا تستمر ويبقى في آلية للرقابة والمتابعة بشكل مستمر. وعايز أكد برضو أن إحنا عندنا الخطوط الساخنة لمجلس الوزراء وحماية المستهلك موجودة لاستقبال أي شكاوي أو استفسارات. اسمح لي أن أنا أقول الخط الساخن لمجلس طبعا. الوزراء منظومة الشكاوي الموحدة 16528، وأيضا حماية المستهلك 19588، والصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية موجودة لاستقبال شكاوي المواطنين أو أي ما يتعلق بالمبادرة. وبنأكد أيضا على أن السعر موجود على الأرفف، وفي بعض المنتجين النهاردة بالفعل طبعوا السعر على المنتجات، ويمكن فريق الإعداد مشكورا عند حضرتك وديناهم مجموعة من الصور ومن الفيديوهات اللي بتوثق ما تم الإعلان عنه اليوم، وإن شاء الله بكرة هيبقى فيه تصوير في أحد السلاسل التجارية وفي المجمعات الاستهلاكية حتى يمكن نقل الصورة من على أرض الواقع من خلال طبعا شاشات التلفزيون المصري. عارضين الحاجات هو بالفعل ان المبادرة دي هدفها الاساسي هو تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، زي ما حضرتك يعني اشرت في يعني اثناء عرض البرنامج الظروف المحيطة بالمنطقة كلها والظروف الاقتصادية
ولكن الحمد لله القيادة السياسية الواعية وقدرنا ان احنا ناخد تكليف مباشر من فخامة السيد رئيس الجمهورية ان وزارة التموين تشتغل على احتياط استراتيجي يؤمن احتياجاتنا في ظل الظروف المواتية في معظم دول العالم. انا النهاردة بتكلم على الامن عندي ما بين انا عايز قبل ما ادخل في النقطة دي يا دكتور هسأل سؤال. انا مفترض جدلا ان انا عندي اكتفاء ذاتي من انتاج الدواجن وبيض المائدة والالبان ومنتجاتها. السؤال بقى ايه اللي بيخلي السعر يعلى؟ اولا حلقات التداول لما بتزيد عن اكتر من 3 او 4 حلقات بيؤدي الى ارتفاع الاسعار. ثانيا النقل بيمثل على الاقل 15% من تكلفه السلعه. احيانا علشان اكون برضو منصف مع حضرتك في بعض الازمات وفي بعض الاوقات بيستغل البعض ارتفاع الاسعار العالميه وبيحمل كل التكلفه على المنتج المحلي وبالتالي بتتدخل هنا الدوله باكتر من آليه. رقم واحد ان هي بتزود المعروض من السلع الاساسيه في مجمعاتها. احنا بنمتلك 40,000 منفذ على مستوى الجمهوريه تابع لوزاره التموين وبالتالي ده بيحقق الوفره والاتاحه وبيؤدي الى انضباط الاسعار. يعني المبادره اللي احنا بصددها دلوقتي هدفها زي ما اتكلمنا النهارده هو ثبات الاسعار على التخفيضات اللي هي 25% ثم تراجع الاسعار لمعدلاتها الطبيعيه. الامر الثاني عندنا من القنوات التوزيعيه المتحركه بصرف النظر عن الثابت اكثر من 400 سياره متنقله تابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه موجوده في الميادين الرئيسيه وده ايضا بيقلل من حلقات التداول وبالتالي بتمكن الوزاره ان هي تنزل سلع في مجمعاتها اقل من 25%. الآلية الثالثة منظومة التموين وهي بتشهد استقرار منذ عام تقريبا لم يتم زيادة سعر أي سلعة تموينية. ما زلنا بنطرح السكر في التموين ب 12 جنيه و60 قرش وبنطرح أيضا الزيت ب 30 جنيه وكل المنتجات التموينية حوالي 30 صنف موجودة على قائمة السلع وبنصرف كل شهر في حدود 3 مليار جنيه سلع تموينية مع انتظام سلاسل الامداد اللي خاصه بالشركه القابضه. كل دي ادواتك كدوله بتقدر ان انت تضبط ايقاع السوق وبالتالي النهارده بتتعاون مع القطاع الخاص او هو قطاع يعني وطني وشريف وبيبان في وقت الازمات ان السلاسل التجاريه هتبيع كل السلع اللي داخل المبادره بصفر هامش ربح. يعني النهارده هياخد والله والله, والله يا دكتور انا يمكن لو سمحت لي انه الكلام ده كلام كويس جدا. السلاسل التجارية الكبرى مش هيبقى فيها دايما مشكلة، مشكلة دايما عند الصغيرين عند تجار التجزئة والجملة ودول كتير. يعني دول مش البعض، ده دول الأغلبية. دي الأغلبية اللي بيحصل وحتى كسيد العارفين واكتر مني اللي بيحصل انه التاجر انا النهاردة ادخل اشتري كرتونة البيض من عند يوسف بقرش وهشتريها من عند يونس بقرش ونص وهشتريها من عند خالد بقرشين. انا هبقى محتاج عمليا انا مش هقدر اقول النهارده سنه 2023 تسعيره جبريه، لكن اقدر اقول ان انا فعلا محتاج ضرب بايد من حديد وتفعيل اقصى عقوبه قانونيه. يعني انا مش عاوز التدريج، انا عاوز ابدا من الحد الاقصى والقانون يسمح لي بده. المواطن يا دكتور وانت برضو سيدي العارفين قليل جدا الناس اللي هتتصل على جهاز حماية المستهلك، قليل جدا الناس اللي هتتصل على منظومة الشكاوى. النسبة قدام نسبة المتصلين قدام عموم المستهلكين مش هتوصل 0.5% حتى. وبالتالي طيب. الجهازين سواء اذا كانت منظومة الشكاوى او جهاز حماية المستهلك اللي انا عارف ان الاثنين بيشتغلوا بمنتهى الاخلاص مهما عمل هو في النهاية خالص مستني المكالمة والشكوى تيجي. انا محتاج ان انا انزل من الاخر كده ادب. طيب خليني اقول لحضرتك ان التحدي ده كان طبعا قدامنا واحنا بنشتغل في المبادره ويمكن التغلب عليه باكتر من اداه او وسيله. اولا هيتم او تم بالفعل يعني تدوين الاسعار على المنتجات او على العبوات وده بيديني قدره على تتبع السلع اللي تم الاتفاق عليها وتوردها من الموردين والمنتجين للسلاسل وبالتالي لو تم تناقلها او تداولها من سلسله الى اخرى او من منفذ تجزئه او جمله وبالتالي السعر هيفضل هو هو. وبالتالي انا برفع مع حضرتك وعي المواطن ان انا بقول دايما الاسعار ايه هي والاصناف هي ايه ونسب الخصم. الامر الثاني في الزام على الموردين والسلاسل اعلان الاسعار داخل السلسله، يعني هيكون في
سواء سلسلة صغيرة أو كبيرة أو متوسطة، هيبقى فيه بانر أو لافتة موجودة عليها إن ده ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. والأهم من الحاجتين دول هو الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة، علشان كده أنا قلت حضرتك في تكلفات واضحة جدا من معالي وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث التموين، ومعالي وزير التموين لجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للتعاونيات والمديريات التموينية والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى الرقابة اللي موجودة من السادة المحافظين في كل محافظات الجمهورية، الكل شركاء في تنفيذ هذه المبادرة حتى يمكن أن احنا نصل بها إلى الهدف اللي تم من خلالها الإعلان عنه، وهو تخفيض الأسعار لنسبة تصل إلى 30%. كل المجهود ده اللي ممثل في الدولة والقطاع الخاص هدفه أن المواطن ياخد كيس الرز أو كيلو السكر أو زيت الزيت بالتخفيضات اللي احنا بنتكلم فيها مع حضرتك. بإذن الله. أنا بشكرك يا دكتور، طولت عليك. كل الشكر دكتور أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية. هستأذنكم هنطلع فاصل، صح كده يا ولاد؟ لسه؟ الله، معقولة احنا هنروح على معرض فرانكفورت؟ تخيل يا أخي، سبحان الله العظيم. قولي ضمير العالم الحر بيتعامل ازاي؟ والله بجد نفسي أعرف المسطرة اللي ماسكها ضمير العالم، أو المسطرة اللي ماسكها الأوروبيين دايما. طب بلاش المسطرة، وحشة. طب الميزان اللي ماسكه الأوروبيين، يعني ميزان حق الإنسان، هو حق الإنسان أول ما يجي ناحية فلسطين بيختل، حق الإنسان أول ما يجي ناحيتنا يختل، لكن حق الإنسان على الهوى في أوروبا نفس القصة بالنسبة في أمريكا، يعني بتختلفش كتير أو ما تختلفش خالص. المسطرة إيه؟ ما تقولولنا كده يا جماعة، أنتوا بتقيسوا بالإيه؟ يعني بنقيس ازاي؟ انا حاسس ان هم بيمسكوا المسطره بس بيقيسوا بالكيلو، ويمسك الميزان ويقيس بالسنتي. المعايير مختله، في حاجه مش صح. هل هي حاجه مش صح عن عدم فهم ولا عن تعمد؟ لا، هو عن تعمد. الهوس والخوف والرعب، نحن لا نريد ان ندان بمعاداه الساميه، ابعد يا جدع، قول لهم ان العرب هم اللي وحشين. طول الوقت، طول الوقت. عارف ليه؟ عشان الجانب الآخر للأسف الشديد أفلح ونجح في أنه يزيف الحقيقة ويصدر نفسه طول الوقت باعتباره أنه ضحية مسكين مغلوب على أمره. وإحنا للأسف ما نجحناش في أن إحنا نعرض صورة حقيقية عن اللي بيحصل. واللي بيحصل لنا ده وليد النهاردة، الأسبوع اللي فات، طب السنة اللي فاتت، طب من 10 سنين. يا رجل أنا عندي 48 سنة وتمن أشهر. والله العظيم أبويا الله يرحمه لو كان لسه عايش يبقى عنده 88 سنة. أبويا اتولد في ظل أن هناك كارثة تحدث. أبويا كان مواليد سنة 35. العصابات الصهيونية اللي كنت بقولك عليه، أراجون وشتيرن، يفعلون الأفاعيل من العقد الأول للقرن العشرين. أمي اتولدت في النصف أو آخر الأربعينات برضو، أنا اتولدت 75 برضو. يجي بقى معرض فرانكفورت، ما برضو إيه؟ إحنا مش عاوزين حد يقول لنا معاداة السامية، مش عاوزين حد يقول لنا إحنا بنضطهد اليهود، إحنا عندنا تاريخ صعب جدا، أرجوكوا. طب إيه السهل؟ إيه الحيطة المايلة يعني؟ يلا اخبط في الفلسطينيين يا سيدي، اخبط في العرب بشكل عام. فيعلن معرض فرانكفورت ما شاء الله، الله الله، اسم الله عليه، عن دعمه للاحتلال، دعمه لإسرائيل، ويدين ما وصفه هو بيقول. تخيل بقى معرض مفترض أنه فيه المثقفين والمفكرين والكتاب والأدباء، فيدينوا العرب ويقول لك دي هجمات إرهابية ضد إسرائيل وشعبها، ويؤكد الهجمات جاية ضد المبادئ الإنسانية اللي بينادي بيها معرض فرانكفورت. طب يا معرض فرانكفورت، بمبادئكم الإنسانية يا جماعة ما فيش حاجة. طب ما تحطوا لنا صورة الدرة، فاكرين الدرة بتاع زمان؟ قولوا لنا كده، يا ترى هو أنتوا أدنتوا إسرائيل وقتها؟ أو إيمان حجه أدنتوا إسرائيل وقتها؟ أدنتوا المذابح اللي عملها أريال شارون مثلا؟ يعني ما حصلش ولا هيحصل.
يمكن في زمن تاني، يمكن في كون تاني، في بعد آخر، في كون موازي، مش هيحصل. الحقيقة أنه ردود الأفعال كانت من ناحيتنا احنا الحقيقة يعني من الهيئات والمنظمات العربية الحقيقة رائعة، يعني اتحاد الناشرين المصريين الحقيقة موقفه محترم، يعلن تضامنه الكامل والواضح مع الشعب الفلسطيني، ويرفض موقف إدارة معرض فرانكفورت، يطالب بإدانة كل الناشرين اللي مشاركين في هذا المعرض. موقف محترم وموقف قوي. هيئة الشارقة للكتاب لها أيضا موقف مشرف جدا. طبعا لا أستطيع أن أنا أقول أن أنا شهادتي غير مجروحة في الدكتور سلطان القاسمي، لأن أنا دكتور سلطان القاسمي ده راجل يعني بالنسبة لي أب حقيقي يعني، وراجل أحبه وأحترمه وعلاقتي بيه يعني فعلا علاقة شخصية جدا. فباعتباره أنه رجل عروبي ورجل يحب مصر ورجل يحب فكرة الضمير الإنساني، وطالما دفع عنها في عشرات من مؤلفاته، مش بقولك بس كحاكم للشرق، حتى في مؤلفاته يعني. فتجد هنا اتحاد الناشرين المصريين، تجد هنا موقف هيئة الكتاب في الشرق، دي مواقف محترمة. أنا أنتظر أن أنا أشوف بقية المواقف بتاعت كل المؤسسات ومؤسسات النشر واتحادات النشر العربية تقف مثل هذه المواقف. قفوا معا يرحمكم الله. فاصل ونكمل الكلام. الموقف المصري اللي مش هوصفه بأنه الموقف الداعم، ولكن هو الموقف المساند الداعم المركزي لأجل القضية المركزية بتاعتنا، ألا وهي الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، وبالتالي يظل الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية في القلب من الاهتمام المصري. إلا أنه مصر كمان عندها موقف شديد الوضوح من سيناريو النزوح وإعادة التوطين، وده شيء مهم جدا. ليه؟ حتى لا تتم تصفية القضية بأي شكل من الأشكال أو بأي حال. طيب، تطورات المواجهة على الأرض في غزة وإحنا قاعدين أهو وبنتكلم، وأيضا خيارات الاحتلال في مسألة هل يستطيع الاحتلال اقتحام غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية؟ طب مستقبل العملية دي؟ خلونا نرحب معانا بضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو، الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ ازاي حضرتك أستاذي؟ طيب، هبدأ يمكن الأول بتطورات الأوضاع، واحنا لحد دلوقتي واحنا لسه بنتكلم اهو، والخيارات بتاعه الاحتلال الاسرائيلي في مساله اقتحام غزه، ثم نذهب لمساله سيناريوهات النزوح اللي بيحاول العدو الدفع بيها. يعني في الوقت الحالي اسرائيل في ضغط شعبي كبير عالمي دولي بانه المواطنين العزل، يعني انت هتدخل تعمل اجتياح بري، هم بقالهم يومين تقريبا بينوهوا انه العملية سيتم تصعيدها من القصف، قصف القطاع غزة بالكامل، إلى أنه يبتدي يمهد الطريق للاجتياح البري. الاجتياح البري في المجلس الأمني المصغر بعد انضمام طبعا وتوحيد الصف داخل إسرائيل، كان عنده في الناس في اثنين رمتكال يعني هيئة دفاع، فالاثنين هيئة أركان، فالاتنين ليهم تحفظات، أو زي ما تقول أنه الأفكار بتتضارب، حد شايف أن ده مش وقت مناسب، لا حد شايف أن ده الوقت المناسب للاجتياح البري، فقالوا أنه في مشاكل ما لم يتم الاتفاق عليها بشأن كامل داخل المجلس الأمني المصغر اللي أنشأته حكومة نتنياهو، ولذلك قالوا خلاص يعني أنه ربما يبقى في حاجة ما تسمى بالمناورات البرية تسبق عملية الاجتياح. السيناريو ده اللي كان من حوالي يوم أو حاجة كان ممكن قابل للتنفيذ الأيام دي أو النهاردة أو بكرة أو مبارح، لكن مع الضغط الشعبي الكبير داخل إسرائيل من الأولاد أو أسر الأولاد اللي اتخطفوا أو الأسرى اللي في إيدين حماس، الحقيقة الشارع النهاردة ضغط بشدة كبيرة جداً، مظاهرات عارمة داخل تل أبيب وداخل المدن الإسرائيلية،
التلفزيون الإسرائيلي لم يعد متابعا للمجلس الوزاري المصغر الإيه أو المجلس الأمني المصغر، إلا أنه عمال يستضيف أهالي الأسرى لدى حركة حماس، اللي هم شايفين أن الجيش أخفق إخفاق كبير جدا جدا جدا، وهم يعني من أول ثلاث أيام الإخفاق ده الناس ما بقتش مصدقة أين أنتم، يعني مع كل المشاهد اللي حضرتك شفتها، القدرة العسكرية الإسرائيلية اللي العالم كله بيسمع عنها وقفت، يعني لا تستطيع أن تقول يعني أنا هنا. فالشعب الإسرائيلي يشعر أنه تلقى صدمة كبيرة جدا من الحكومة. الحقيقة كانوا جايبين امبارح نتنياهو في تلفزيون القناة الثانية الـ 12 الإسرائيلية، كانوا جايبين له جزء مقطع ليه من أيام الانتخابات وهو بيقول أن هذه البلد لن يكون أحدا قادرا على مواجهتها عسكريا. فلك أن تتخيل أن الشارع ضغط قد إيه في محاولة لإعادة أن يكون إعادة الأسرى على رأس أولويات الحكومة. هم مش طالبين أكتر من كده، لأنهم يشعرون أن هذا ليس على رأس أولويات الحكومة. الأولويات هو الاجتياح البري، العملية العسكرية، القيام بمزيد من العنف. يعني أنا عايزة أقول لك أن حتى المراسلين العسكريين بيعترفوا صراحة بأنه هذه المرة الأولى التي نشعر فيها أن هناك قوة غاشمة، قالها مرتين المراسل، غاشمة ومبررة. يعني هو شايف أن هناك تبريرا انه ينتهج هذا النهج ويدك غزه زي ما احنا شفنا المشاهد. طيب العدوان مفترض انه كنا نبقى امام سيناريو تحرير الأسرة من وجهه نظرهم، لكن عمليا انه العمليه بدل ما تتجه الى مساله تحرير أسراهم الى الانتقام واثبات واستعراض القوة الغاشمة، سواء إذا كان أمام المقاومة الفلسطينية من جهة، العرب من جهة، بل وأمام العالم، وكأنها انتقام لأجل استعادة شكل أو صورة الكرامة. طيب ده كلام مظبوط. هنا بقى هسأل سؤال. زمان نتذكر جميعا مسألة جلعاد شليط اللي تفاوضنا عليه مقابل 1000 سجين ومعتقل فلسطيني، فما بالنا على حسب أرقامهم ب 120 أسير. هل الرأي العام الإسرائيلي مستعد لضربات عسكرية غاشمة تجاه القطاع، علما بأنه الأسرى موجودين في القطاع؟ هل تستطيع الحكومة المصغرة ومجلس الدفاع، وهل يستطيع نتنياهو أنه يغلب هذه النزعة الانتقامية، وفي نفس الوقت يتناسى تماما أن هناك رأي عام ضاغط وبشدة؟ هم خايفين من كده، عشان كده نزلوا وتظاهروا، لأن هم يشعروا أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتفت الى، مش على راس اولوياتها. يعني هي بتنتقم وفي ناس بتموت، يعني في اخبار بيتنقلوها عبر السوشيال ميديا وعبر وسائل الاعلام المختلفه ان هناك اسرى اطالهم القصف الاسرائيلي. فاذا كل واحد من 120 دول يظن ان ابنه هو او بنته هو، فده عنصر ضغط اكبر، انه انت بقالك اسبوع ما فيش اي مظاهر انه اي حاجه ترجع، او ان هم يستعيدوا الـ 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 الاسرى اللي تم اسرهم. ناهيك على ان في دور داعم اكبر من كل ده، الدور الامريكي. الدور الامريكي دور داعم جدا لاسرائيل، سواء بالقوه العسكريه اللي هي يعني كريدت، يعني مفتوحه على شيك، يعني شيك بيقولوا عليه شيك على بياض، شيك على بياض، يعني قوه ملهاش مثيل. وناهيك على انه دور كمان الرئيس بايدن نفسه، يعني في احد القنوات الامريكيه الرئيس بايدن كان بيجري حوار، قال له انت كنت حريص انك تقعد مع اهالي الأسرة بنفسك، يعني وهذا اكبر رئيس دوله في العالم، قال له انا كنت لازم اطمنهم وهديهم انها ان امريكا ده على راس اولوياتها. فبغض النظر عن المشهد اللي بحكيه لك ده، انه في دعم امريكي كبير جدا. طيب احنا بنتساءل كعرب، يعني الفلسطينيين اللي كانوا بيموتوا، العزل اللي هم لا ينتموا إلى أي حركة داخل فلسطين، اللي بيموتوا في كل عملية عسكرية كانت بتحصل، اللي هم يقدروا بعشرات الآلاف، أين العالم؟ أين العالم الحر؟ أين هو؟ يعني أنت النهاردة بتلتفت إلى أن أمن إسرائيل مهدد وتم تهديده، وعبر السنوات يعني مصر ليها دور الحقيقة كبير جدا في مناشدة العالم حول القضية الإسرائيلية، القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. يعني انه عشرات السنوات بتحاول ان انت توقظ العالم من نومه
ان هو لازالت هذه المنطقة مشتعلة، ولازالت هذه الدولة بلا حدود ولا دولة، يعني دولة محتلة الآن كل إمكانياتها في يد دولة أخرى، الماء والكهرباء والمال وتحويل كل حاجة. فأين هو العالم من هذا المشهد مقارنة بالمشهد اللي فيه أطفال أو فيه أسرى موجودين في يد جانب آخر؟ طيب هستأذنك هطلع لفاصل، ويمكن هرجع بعد الفاصل بتساؤل أو تصور هل من الممكن أن يحدث ذلك ولا لا، حتى تستطيع هذه الحكومة ويستطيع نتنياهو الهروب من كل ده، فمن الممكن أن هو يتوجه إلى بنك الأهداف فيعمل عمليات نوعية تجاه مناطق يتوقع أن فيها قيادات فلسطينية وما إلى ذلك، ينزل مجموعات من مجموعات كوماندوز عمليات خاصة برضو لإجراء مجموعة من العمليات النوعية، وبالتالي يقف أمام الرأي العام بأنه أنا استطعت اغتيال فلان وعلان وترتان وإلقاء القبض على فلان وما إلى ذلك، ومن هنا يبدأ يحط رجله جوه الأرض في مسألة أنه لو قمنا بعملية شاملة فإحنا برضو حاولنا نجيب حق الأولاد اللي هم أبناء هذه الأسر الإسرائيلية. هروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع الكاتبة والمحللة المتخصصة الأستاذة الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية. استنونا لو سمحتوا. طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية، وكل الترحيب بضيفتنا العزيزة الكاتبة والمحللة المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية الأميرة رشا يسري، أهلا بيك مرة تانية. أهلا بحضرتك. السيناريوهات أنا كنت يمكن بقول هل من الوارد أن هم يرجحوا سيناريو عمليات لقوات خاصة، بنوك أهداف، اغتيالات نوعية، قصف في مناطق بحد ذاتها، وبالتالي يقف أمام الرأي العام الإسرائيلي يقول إحنا بنحقق لكم جزء في مقابل أنه بعد كده لو حصل أي فقدان في أرواح الأسرى يبقى هو واقف أنا حاولت؟ يعني بنوك الأهداف يعني هم بقالهم 7 أيام بيشتغلوا على بنوك الأهداف، يعني خير دليل هو المشهد على الأرض في قطاع غزة. يعني بص المباني عاملة ازاي، بص الاغتيالات، يعني في اغتيالات حصلت النهاردة، في إسرائيل بتحاول تؤكد أنها تقوم بما تستطيع أن تقوم به. خلي بالك الداخل برضو، أنا أرجع لك تاني أن قصة أن الداخل الإسرائيلي كان منقسم، وبالتالي الانقسام ده هو اللي أثر على الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة. المظاهرات اللي كان من عدة أشهر بسبب التعديلات القضائية داخل إسرائيل، كل ده انعكس بشكل مباشر. استقالة أو إقالة وزير الدفاع، يعني نتنياهو أقال وزير الدفاع منذ فترة وبعدين رجع تاني، فكل هذه الأشياء خلت الجيش في أضعف مكان لي. دلوقتي هم في مرحلة التشتت والتخبط، إنه الصفعة كانت قوية ومؤلمة ومؤثرة، وبالتالي المرحلة القادمة هم بيحاولوا يستعيدوا قوتهم بأكتر من هذا العدوان الصارخ. يعني هم عندهم رغبة في الانتقام، رغبة كبيرة جدا في الانتقام، عشرات المرات من اللي احنا شايفينه على الأرض. يعني لما بتسمع الإعلام الإسرائيلي بشكل بأطيافه المختلفة بتشعر أن كلهم متوحدين على حاجة واحدة بس، اللي هو مزيد من العدوان على قطاع غزة، بل والعكس ما محو حركة حماس من على الأرض. تصريحاتهم كلها في هذا الاتجاه. هل هو بقى هيقدر يحقق ده فعليا على الأرض؟ أنا أشك، لأنه الشارع ضاغط جدا، الشارع الإسرائيلي ضاغط جدا، أن هناك أسرى وممكن حياتهم تكون مهددة. هل بقى السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، هل الجيش الإسرائيلي سيضع في أولوياته أو سيضع نصب عينه 120 أسير، ولا هيقول لا أنا عندي هدف أن أنا أمحي حماس من على الأرض ومش عايز الأسرى دول خلاص؟ هو يعني سيحاكم وسيحاسب. يعني هم حتى دلوقتي اللي تصحيا هنجبي اللي هو رئيس مجلس الأمن القومي مفيش من حوالي ساعتين قال صراحة نعترف بأننا قصرنا، ولكن ليس هذا هو الوقت المناسب ان احنا نتحاسب، يعني بما نحن في اوج المعركه، فبالتالي المعركه خلاص لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. طب سيناريو النزوح ومصر موقفها الشديد الوضوح في ده بانه ده عمليا هو تصفيه كامله للقضيه. تمام، ده بقى من اهم الموضوعات، لانه هو يشبه احداث النكبه وما حدث وقتها. الحقيقه هم من 2004 طلعوا في مركز الأبحاث وطلع جنرال
جيورا ايلاند خطه لحل، لان مشكله قطاع غزه بتمثل له مشكله ديموغرافيه، الناس بتزيد، منطقه صغيره بتهدد امنه، خلاص هو طلع هيطلع منها، كان اياميها لسه ما طلعش، ما كانش الانسحاب احادي الجانب حصل، فبالتالي هو شايف المنطقه دي بتهدده، وفي نفس الوقت مش عايز يضحي باراضي الضفه، عايز سيناريو جديد، فطلعوا بالخطه بتاعه تبادل الاراضي، الخطه اللي هو شمال منطقة رفح يتم الامتداد الطبيعي بحوالي 600 كيلو في مقابل ال 600 دول ناخدهم احنا تحت في أرض النقب. طبعا الأول كان يعني كانت مجرد فكرة مكتوبة على ورق، وبالتالي عشرات الأشخاص بعد آيلاند قالوها، يعني مش هو لوحده، ده في يمكن مؤتمر هرتسليا كان 2008 ذكرها تاني، وابتدى يقدم ما هو يغري المناطق العربية، لأن ما كانش بس مصر، كان معاه مزارع شبعة عشان الجولان، يعني كان عامل تبادل للفكرة كلها، إن كمان الجولان تاخد حتة منها والباقي ياخدوا من منطقة مزارع شبعة مع لبنان، تبادل معقد يعني. فكل ده كان مجرد خطة على الورق، إلى أن بدأ إن في سيناريو حقيقي يتضح للناس إنه قيد التنفيذ، اللي هو المراحل اللي فاتت، اللي هي مراحل سيناء شكلها كان عامل ازاي، وانه ده كان كله تمهيد ان يبتدي ترانسفير او نقل للفلسطينيين، وده اللي مصر وقفت بيه بشكل حازم وواضح وصريح. كلهم في التلفزيون الاسرائيلي هذه الفتره يعلمون جيدا ان مصر شديده التاكيد بشكل صارم لا يقبل التاويل، انها لن تفرغ القضيه الفلسطينيه من محتواها الحقيقي، لانه فكره تهجيرهم خلاص، الناس اللي ماتت دي عشرات السنين خلاص مش موجودين، الناس اللي طلعت خلاص انت بتوديهم لمكان اخر وبتغير شكل القضيه الفلسطينيه. فبالتالي وكأن الاكثر من 100 سنه اللي فاتوا دول راحوا هباء منثورا يعني، واللي ماتوا دول ماتوا بقى خلاص مش مشكله، وبالتالي ده فكر جديد، منطقه الضفه خلاص هناخدها وهم يروحوا في حته ثانيه. فالكلام ده لما كان بالتراضي اترفض، لكن لما يبقى بقى بالإجبار أو مش بالإجبار، بالحاجة الملحة، فهنا كان في وضوح صريح إنه لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية بشكل حاسم. دور مصر واضح جدا وصريح وحاسم فيها. صحيح. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة، وأتمنى أن احنا نلتقي مرة تانية بإذن الله. كل الشكر ليكي، كل الشكر للكاتبة والمحللة المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية الأميرة رشا يسري. طيب، خلاصة القول، احنا بنتكلم على أقدم قضية سياسية موجودة على سطح الكرة الأرضية، لا توجد قضية في العالم أقدم من قضية الصراع العربي الصهيوني. بنتكلم على الاحتلال الاستيطاني الوحيد اللي لسه باقي في العالم، يعني مراحل الاحتلال الاستيطاني كل ده خلص مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن للأسف الشديد تنتهي الحرب العالمية في 1945، فيظهر لك الصهاينة في 48، ويبقى هو الاحتلال الاستيطاني الوحيد اللي لسه موجود على ظهر البسيطة. لكن ميتا لازم يحذف البوستات بتاعت العرب، ولا والسي ان ان لازم تعمل مشهد مصطنع سينمائي لمراسلتها، والغرب يرفض مظاهرات العرب لاجل القضيه الفلسطينيه، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب يساند المحتلين. الحقيقه العالم يحب الانسانيه والقضايا الانسانيه قد عينيه، وقال لك العالم الحر. عارف انت يحيى الفخراني؟ اتلهي. قال له بتقول ايه؟ قال له اتلهي يعني اقراه. على كل، خلصت الحلقه لحد كده. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كان لسه لينا عمر فنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. اكتبوا كده على فيسبوك اتلهي. سلامات.